أيها القرن السماوي الذي ولدته المتون الأرضية عجبا وكرمت بإفلحم أفراث مثواه واهتز إليه نار الأردن شوقا واحتبت به جلجلاله للصليب حقا وذبح في سبيل فداء الكائنات طوعا وبررا بذبحة الأمم والشعوب كافة وأحيا بموت الأجيال والقبائل قاطبة. نسألك الآن بإحسانك الجزيل وفضلك الفائق وصفوه وبدعوات أمك المباركة القديسة المسموعة وزمرة الأنبياء والرسل والشهداء والآباء كن يا رب لبيعتك غافرا وأغنامك الناطقة مباركا وساترا وميراثك الكهنوي مقدسا ومطهرا ورايتك البائسة حافظا وناصرا. اجعل يا رب الأمن في المعمورة مالكا والسلام في المسكونة سائرا. جد يا رب على المسبيين بالفرنج وعلى الأسرى بالعتق والإطلاق واجعل ذكرا صالحا لأمك القديسة والأنبياء والرسل والشهداء وارحم الموتى المؤمنين الذين تقدموا فرقدوا على رجائك بالإيمان الحق وأهلنا جميعا لنحظى بمكافاتك للوكلاء الحكماء الأمناء لأنك رب كريم جزيلة مواهبه وكثيرة وبراته وبحمدك نسبح شاكرين أباك المبارك المغبوط الذي أرسلك لخلاصنا ولروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. مدى الزمان مدى الزمان مدى الزمان.
آمين. أحبائي في هذا اليوم المجيد والمبارك تحتفل الكنيسة السريانية بل الكنيسة الجامعة يعني جميع الكنائس الشقيقة بعيد قديس عظيم من قديسيها ألا وهو مر أفرام السرياني. هذا القديس كانت له مزايا عديدة، المعروف عنه بأنه شاعر كبير، فعلا كان شاعرا كبيرا، نظم أكثر من 3 ملايين بيت من الشعر، قسم منها ترجم إلى اللغة اليونانية وهو بعد حي، كما كان بسيطا في حياته، ناسكا مثل معلمه القديس مار يعقوب أسقف مدينة نصيبين القديس، وبسيطا في طعامه، فهو كما تقول سيرة حياته لم يتناول سوى البقول طعام الرهبان، ويحكى بأنه كعادته تأخر يوما عن الطعام، فجاء إليه صديق من أصدقائه وهو يحمل في صحن خشبي فول مسلوق، وعندما وصل إلى غرفته وكان منهمكا في الكتاب كالعادة كبى وسقط صحن الخشب من يد الراهب الصديق وتطايرت الفولات إلى كل جهة، فقال له مار أفرام مازحا: لا يا تزعل، لأن إذا كان الفول لا يأتي إلينا فنحن نذهب إليه. وطفق يجمع الفول حبة حبة ويأكلها، وكان أيضا، وهذا لا يعرفه كل شخص، كان مار أفرام بطلا قوميا، فمدينة نصيبين التي ولد فيها ونشأ وعلم في مدرستها تعرضت للغزو الفارسي 3 مرات، وكان مار أفرام يتفقد المدافعين عن هذه المدينة ويوزع عليهم الماء مشجعا إياهم على الصمود، ولكن في المرة الأخيرة وكانت سنة 363 عندما هاجمها الفرس للمرة الأخيرة وعجزت المدينة عن الدفاع عن نفسها
قال قولته الشهيرة نشبق الكرخ وموديث بي ولو نشبق هيمون وثاني فلنترك المدينة وما في المدينة ولا نترك إيماننا، لأن الفرس كانوا وثنيين عباد الشمس والنار. وهاجر إلى مدينة الرها وكانت تحت سيطرة الرومان المسيحيين وجميع سكانها من السريان ويتحدثون اللغة السريانية. وكانت طبعا شهرته قد سبقته إلى هذه المدينة، فخف إليه أهلها وتمرحبوا به وطلبوا منه ملتمسين أن يدير مدرستهم الشهيرة، ففعل لمدة 10 سنوات إلى أن اطمأن إلى خط سيرها الصحيح. وكان أيضا مر أفرام رائدا في الأعمال الاجتماعية، فهو أسس ميتمان وأسس دارا للعجزة وكان الأغنياء من سكان المنطقة يشجعونه بعطاءاتهم لأنهم كانوا مقتنعون بأنه رجل نزيه نظيف الكف مثل سيدنا المطران متى اليوم، لذلك كانوا يسخون عليه فيدير هذه المؤسسات براحة. لذلك تقدسه الكنيسة الجامعة وتحتفل بذكراه في كل سنة، كما أنها تترنم بأدعيته وبصلواته مع صديقه القديس مار يعقوب السروجي، وتترنم بها يوميا لا سيما في هذه الأيام المباركة أيام الصوم المقدس. وتوفي وهو يسعف أهل مدينة الرها من مرض الطاعون سنة 373، ورقد برائحة القداسة، لذلك أعلنت قداسته حتى الكنيسة الكاثوليكية الشقيقة في بداية هذا القرن، وأعلنت قداسته. نسأل الرب الإله بشفاعة القديس مار أفرام أن ينصت إلى طلباتنا وأن يرحم أنفس موتانا الذين رقدوا على رجاء القيامة، وأن يحل عليكم في هذا اليوم المجيد بركته بنعمته تعالى. آمين. رحمة الله رب فرق ديلاني شمشيح عن كل خناح.